هذا واحد من اللاعبين الله يذكره بالخير. وانا كنت طبعا من المؤيدين لانه كانت الشنطه مليانه ملابس طبعا من جميع الماركات. شنطه كابتن حاتم. ايوه جدد. ايش يقول؟ بس شكرا حبيبي الله يسلمك. طبعا راحوا الكابتن حاتم الله يذكره بالخير اعطوهم اجازه، طبعا اعطونا اجازه. ايه. ومن بكره طبعا في الجرايد وفي الاعلام تنسيق اللاعبين. رجعنا طبعا انا معسكر تلقى ذيك الشنطه ما اشوف فيها الا اكياس يعني مره الملابس جدد. ومسك. جاء واحد من الله يذكره بالخير كل ما جاء من بكره نشوف الرجال مطقم ملابس حقت حاتم. لا حول ولا قوه الا بالله. انا رحت اليوم الظاهر قلت تدري رجم العالم. البس. انا شخصنا انا عزيز رزقان الله يذكره بالخير مسي عليه. تعشب كل يوم يشوفنا ذا من لعيبه المنتخب ذا اللبس الجديد مستغربين يعني كانوا العاده بطقم المنتخب. ايه. هذول يوميا بطقم جديد. من وين جابوا هالملابس؟ انتوا عبد العزيز انا عبد العزيز رزقان. خذوا الشنطه. دار طبعا حاتم. جاء حاتم بعد عشان بياخذ شنطته. ايه. ويجينا ذاك اليوم ما اللي خلاكم تلبسون ملابس؟ اخي ايام هذه يعني كنت تلبسون ملابس الكابتن حاتم وجديده يعني جديده والشنطه حلوه بيني وبينك يعني هو صار ويوسف يجي خفافي ما شاء الله وبنها بيني وبينك يعني نعمل له دعايه برضه هو جاريها هو نسقوه ها هو كان نسقوه يعني هو نسقوه بس جاهم بكره طبعا سافرنا لنا ورجعنا واعلنوا في الجرايد تنسيق اللعيبه زب التنسيق لما رجعنا لقينا طبعا غلط لقيتش ان اصلا قبلها 3-4 ايام نشوف الرجال كل يوم يعني لبس على مستوى دخلنا على الغرفة لقينا الشنطة ومعلقة طبعا بكياسها وذا بدا عزيز وبدت معنا جانا بعد 3 ايام يقول يا اخو يا اخو اشوفكم في التلفزيون الملابس دي بحقتي